احنا تعرفنا على المحور الاول. المحور الاول اللي هو عنوانه من اكون. هندخل دلوقتي على الفصل الثاني. احنا خلصنا الفصل الاول وهنبدأ في الفصل الثاني. عنوان الفصل الثاني لوحة للفصل. الدرس النهاردة حبايبي اللي هو المتشابه والمختلف. يعني ايه متشابه ومختلف؟ يعني المتشابه يعني الحاجات اللي زي بعض هحطها كلها تحت عنوان متشابه، والحاجات المختلفة هحطها كلها تحت عنوان مختلف. عندي مربعات ومحطوطة مش بترتيب، مش منتظمة، مش المتشابه تحت المتشابه والمختلف تحت المختلف. تعال نعرف الأول مكتوب ايه في المربعات دي. أول مربع عندك نهى لها أختان، تحتيها سامح له ثلاثة إخوة. طيب الناحية التانية في المربع التاني عادل له أخت واحدة، مي لها أختان. ونحط عنوان، نكتب عنوان في الأول، المربع الأول متشابه، والناحية التانية في المربع التاني نكتب مختلف، ونجيب نجمع المتشابه كله حبايبي تحت كلمة متشابه، والمختلف كله تحت كلمة مختلف. تمام، يلا معايا تعال نقول ايه المتشابه اللي هنحطه كله تحت بعض. أول حاجة قلنا نهى لها أختان. في المربعات التانية مين لها أختان زي نهى؟ عايزة أسمع مين؟ مي. برافو. يبقى هنحط في المربعات أول مربع نهى لها أختان ومي لها أختان، يبقى المربعين دول حبايبي تحت إيه؟ تحت عنوان متشابه. تمام حبايبي، برافو. نيجي للمربع التاني، إحنا كتبنا فيه كلمة مختلف، تعال نجمع الحاجات المختلفة ونحطها، المربعات اللي فيها مختلف حاجات مختلفة نحطها تحت مختلف. طب احنا قلنا عادل له اخت واحدة، تمام. طب مين تاني؟ سامح له ثلاثة اخوة. يبقى دول مختلفين ولا زي بعض؟ لا مختلفين طبعا يا ميس، يبقى دول هنحطهم تحت عنوان مختلف. يلا حبايبي نحطهم مع بعض. العنوان النهاردة افراد الاسرة. أفراد الأسرة دي العيلة بتاعتك اللي انت عايش وسطيها، اللي هي بتتكون منين؟ بتتكون من الأب والأم والإخوات والإخوة، كل واحد حسب ما يكون عنده كم أخ كم أخت. أول حاجة كلنا هنرسم طبعا بابا وماما في المربع الأول، صورة بابا وصورة ماما كلنا متفقين عليها. نيجي للصورة التانية الإخوات، انت كم ليك كم أخت؟ انت ليك واحدة ارسم واحدة، ليك اتنين ارسم اتنين إخوات. طيب المربع اللي بعد كده الإخوة بقى، ليك ولد واحد ارسم ولد، ليك اتنين إخوات ولاد ارسم اتنين أولاد. تمام يا حبايب. طيب العائلة، العائلة عايزين نعرف العيلة كلها بقى، العيلة الصغيرة قلنا بابا وماما واخواتي، العيلة الكبيرة بقى ماما ليها كام أخت ليها كام أخ، بابا ليه كام أخت ليه كام أخ. فعايزين نتعرف على العائلة الكبيرة. أول حاجة أنت هتعمل إزاي؟ هتشوف ماما، ماما ليكي كام أخت؟ وهتكتب ليكي كام أخ؟ هتكتب. طيب ماما مثلا ليها أخ واحد تكتب واحد، ماما ليها اتنين إخوة مثلا تكتب اتنين، حسب ما كل واحد عنده في البيت مامته ليها أخ أو أخت. هيجي عند بابا، بابا يسأل بابا، بابا أنت ليك كام أخت؟ يكتب اتنين تلاتة واحد. ممكن بابا ما يكونش عنده اخوات بنات خالص، يبقى عنده اخ واحد، يبقى عنده اتنين اخوات اولاد، حسب ما كل واحد في عيلته افراد العيله بتاعته بتتكون من كام. نيجي بعد كده العمه او الخاله. العمه دي حبايبي اللي بقول عليها اللي هي اخت بابا، يبقى العمه اللي هي اخت بابا، انما الخاله هقول عليها اللي هي اخت مين؟ اخت ماما. برافو. خالته دي اللي هي تبقى اخت ماما. خلاص عرفنا العم والخالة، نيجي بقى للعم والخال. العم ده اللي هيبقى طبعا أخو بابا، والخال اللي هو هيبقى أخو ماما. كده اتعرفنا على العائلة كلها. تمام حبايبي. شجرة العيلة، يعني ايه شجرة العيلة؟ يعني العيلة دي هنسميها زي الشجرة، بتتكون من مين؟ من جدي وجدتي، منين تاني؟ عمي وعمتي، من ابي وامي، خالي وخالتي، وبعد كده كلها هتبقى انا واخي واختي، دي اسمها كلها شجره العيله.
تعالى في كل مربع نرسم مع بعض. يلا حبايبي ممكن تقعد مع ماما في البيت، واول حاجه تبدا بيها ترسم جدك وجدتك، بعد كده عمك وعمتك، بعد كده هنرسم بابا وماما، بعد كده ترسم خالك وخالتك، وتيجي في الاخر صوره هترسم انت واخوك واختك. تمام، اتعرفنا على شجره العيله. ممكن حبايبي الاكتيفيتي نعمل شجره بالفوم الجميل، نجيب جذع شجره باللون البني وورق الشجر ده الاخضر، ونحط على كل ورقه صوره من صوره افراد العيله بتاعتك، تحط صوره عليها جدتك، صوره جدتي، على كل ورقه شجر نحط صوره من كل صور افراد العيله بتاعتك. تمام يا حبايبي، برافو عليك. الدرس النهارده تعاون العائله. يعني ايه تعاون العائله؟ يعني العائله، العيله بتاعتي اللي احنا قلنا قبل كده بتكون من بابا وماما واخواتي، كلها بتتعاون في البيت، مفيش حد بيعمل حاجه لوحده، كلنا مع بعض بنساعد بعض. طيب تعالى نرسم مع بعض صوره لافراد عائلتك، عائلتك بابا وماما وخالته واخواتي، اخواتي الاولاد واخواتي البنات. تمام، الصوره دي اللي انت شايفها حبيبي مثلا في وجبه الغداء، كلنا عندنا في البيت قاعدين على السفرة، وخالته عندنا معانا بتتغدى معانا. طيب أول حاجة هنسأل بقى، هنقول من الصورة دي، من هشاور على مين؟ مين واقف جاي معايا عندي؟ وبابا وماما اخواتي قاعدين، لكن مين عندنا دلوقتي الضيوف؟ خالتي. يبقى هكتب تحت من كلمة خالتي، اكتب ايه؟ خالتي. برافو حبايبي. طيب أين؟ أين قلنا نسأل بيها عن المكان، احنا كلنا قاعدين فين؟ مكان بتاعنا في بيتنا، يبقى فين؟ في المنزل. يبقى هكتب تحت أين؟ في المنزل. متى؟ أنا قلت لك قبل كده متى، يبقى متى وجبة الغداء، وجبة الغداء، يبقى نكتب وجبة الغذاء. تمام يا حبيبي، برافو. احنا متعاونين دلوقتي كلنا بنساعد بعض، زي ما أنت شايف بابا مثلا راح جاب لنا الخضار والفاكهة من بره، ماما طبعا بتجهز الغداء وبتدخل تعمل الأكل. بيجي مثلا لو اخواتي كبار شويه ممكن يساعدوني، يساعدوا ماما تعمل السلطه، ممكن انا عشان صغير مش عارف اعمل حاجه احول الطباق مثلا احطهم على السفره، فكلنا متعاونين مع بعض في الاخر بنقدم الغدا مع بعض. تمام حبايبي، برافو. في حاجه مهمه جدا لازم احنا نتعلمها واحنا متعلمينها من قبل كده، اسمها النظافه. لازم ابقى نظيف جدا في حاجتي الشخصيه، في مع اصحابي، في الكلاس بتاعي، في المدرسه، في المنزل، في الاوضه بتاعتي، فلازم ابقى متعود على حاجه مهمه واساسيه عندي هي النظافه. طب ايه ادوات النظافه بقى؟ هتعرف على ادوات النظافه. اول حاجه ادوات النظافه مثلا المكنسه. المكنسه دي اللي بنظف بيها اوضتي. طبعا لو في ورق وانا قاعد بذاكر او بعمل اشغال فنيه هتلاقي الحاجات كلها وقعت في الارض، فانا بعملها ايه؟ بنضفها بالمكنسه. طب الحاجات اللي انا بلمها هجمعها احطها فين؟ احطها في الباسكت. يبقى احط الحاجات اللي انا جمعتها ولمتها بالمكنسه هحطها في الباسكت، يبقى دي عباره عن ادوات النظافه. عايزين نعمل بقى لوحه فنيه. احنا قبل كده قلنا جبنا الفوم وعملنا شجرة العيلة او عملنا اكتيفيتي، حاجات جميلة احنا بنعملها في الكلاس، فزاد بواقي من الفوم اللي معانا دي زي اي حاجات صغيرة قصايص. طب انا عايزة استغل الحاجات دي واعمل منها لوحة فنية. مثلا انا لو عندي رسمة قلب هجيب البواقي دي من الفوم كلها واحطها في القلب ده، هيطلع عندي رسمة قلب جميل. يلا نجيب القصايص الصغيره البواقي الفوم كلها ونحطها في الاطار الاسود ده، وندخل ونلزق كل القصايص اللي عندنا، هتديك في الاخر حاجه جميله جدا، هتديك رسمه قلب. في حاجه مهمه جدا عندنا في كي جي 2 اسمها المهن. لازم حبيبي انت كبرت دلوقتي وتتعرف يعني ايه المهن. المهن دي الوظيفة، مثلا بابا بيشتغل ايه؟ ممكن بابا بيشتغل دكتور، ممكن اي حد تاني بتشوفه وانت مسافر في الزرع ده الفلاح اللي بيزرع الارض، ممكن تلاقي ايه تاني؟ تلاقي الخباز اللي بيعمل لك العيش اللي انت بتاكله، فدلوقتي دي اسمها كلها ايه الحاجات دي؟ اسمها المهن. اول حاجة هنتعرف على مهنة الطبيب.
الطبيب ده اللي انا بقول عليه الدكتور. الطبيب يا ترى بيعمل ايه؟ الطبيب انت لما تكون تعبان بتروح للدكتور، مش الدكتور بيديك علاج وبتخف بتاخد دواء؟ يبقى الطبيب بيساعد المرضى. يلا حبيبي، يبقى الطبيب ايه وظيفته؟ بيساعد المرضى. طب الطبيب في شغله بيستخدم ايه؟ انت بطنك وجعاك ومش عارف ايه اللي في بطنك، فممكن يعمل لك ايه عشان يعرف جوه بطنك ايه؟ يعمل اشعه. يبقى بيستخدم الطبيب ايه؟ الاشعه. يبقى الطبيب هنقول يساعد المرضى، وايه تاني؟ ويستخدم الطبيب الاشعه. اتعرفنا كده دلوقتي على الطبيب. تعال حبيبي نروح على مهنه تانيه. مهنه ايه؟ الفلاح. ودي اهم حاجه، الفلاح ده بيزرع لنا الارض، بيزرع لنا الارض وبيطلع منها خضار وفاكهه وكل حاجه بتاكلها اللي بتتزرع دي مفيده جدا. طيب الفلاح بيزرع ايه؟ النباتات. يبقى اول حاجه بيعمل ايه الفلاح؟ يلا قول ورايا، بيزرع النباتات. الفلاح يزرع النباتات. طب بيعمل ايه تاني عندنا في الصوره؟ الفلاح ايه اللي بيساعده وهو بيزرع؟ بيستخدم الجرار. يبقى نقول الجمله بتاعتنا يستخدم الفلاح الجرار. يلا حبيبي قول ورايا، يستخدم الفلاح الجرار. برافو حبيبي. يلا نروح المهنة الثالثة اللي هي المؤلف. المؤلف ده يعني ايه؟ انت لما تيجي تقرأ قصص جميلة ده المؤلف هو اللي بيكتبها. المؤلف ده يكتب قصص، يكتب كتب. يبقى المؤلف دايما بيبقى في ايده قلم ومعاه كتاب او كراسة بيكتب فيها. يبقى اول حاجة المؤلف، هقول يكتب المؤلف الكتب. يبقى الجملة الاولى هنقول ايه؟ يكتب المؤلف الكتب. طيب لما هو يكتب الكتب بيستخدم ايه في ايده؟ بيستخدم القلم. يبقى الجملة التانية بتاعتي هقول يستخدم المؤلف الاقلام. يستخدم المؤلف الاقلام. كده احنا تعرفنا على المؤلف. في مهنة بقى مهمة جدا جدا ومحدش يقدر يستغنى عنها خالص، مهنة الخباز. لما انت بتعدي مثلا في الشارع مع بابا وبتشوف الفرن العيش اللي بنجيب منها الخبز، بتلاقي الخباز هو اللي بيعمل مين؟ الفرن. في واحد بيعجن العجين وفي واحد بيخبز، بيحط العيش في الفرن بيستوي، بيبقى العيش اللي في الاخر مرحله وصل لك فيها. طب تعالى نقول الخباز ده ايه الجمله بتاعته اللي هنحفظها؟ يخبز الخباز الخبز. يبقى الجمله اللي هنتعرف عليها النهارده يخبز الخباز الخبز. طب في جمله ثانيه، بيستخدم ايه في ايده الخباز؟ بيستخدم الخباز أداة لفرد العجين. يستخدم الخباز أداة لفرد العجين. وفي أغنية حلوة جميلة خالص، يلا نسمعها مع بعض عن الخباز. يم 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 هم 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 هم. قمحا كان وصار طحينا، ومع الماء يصير عجينا. قمحا كان وصار طحينا، ومع الماء يصير عجينا. يخبزه عمي الخباز، يطعمنا خبزا ممتاز. هو رمز للعيش الحر، ويسمى عيشا في مصر. قمحا كان وصار طحينا، ومع الماء يصير عجينا. يصحبنا في كل طعام، هيا نأكل دون كلام. يصحبنا في كل طعام، هيا نأكل دون كلام. نشكر ربا قد أكرمنا برغيف الخبز ونعمنا. الخبز مفيد للجسم وغني وسريع الهضم. قمحا كان وصار طحينا، ومع الماء يصير عجينا. نشريه من الفرن صباحا، ونقاوم بردا ورياحا. نشريه من الفرن صباحا، ونقاوم بردا ورياحا. رائحة الخبز على قلبي، رائحة الخبز على قلبي. غالية والشكر لربي، غالية والشكر لربي. قمحا كان وصار طحينا، ومع الماء يصير عجينا. ومع الماء يصير عجينا. ألغاز المهن.
يعني ايه الغاز المهن؟ انا عندي صوره متلخبطه وهجمعها، هتطلع لي صوره من المهن اللي احنا درسناها. طيب احنا الصوره لو قصيناها اللي عندنا في الكتاب، ماما قصتها، ماما اللي مسكت المقص وقصتها مش انت طبعا، ولخبطنا اجزاء الصور دي، وبعد كده انت هتعيد ترتيبها تاني، جمعها كده جنب بعض وحطها، هتلاقي الصوره اللي طلعت عندك صوره ايه يا حبيبي؟ ها مش سامعه؟ صوره الفلاح. برافو، دي اول مهنه، مهنه الفلاح. يبقى اتعرفنا عليها زي حبايبي بالظبط، البازل اللي عندك في المدرسه اللي بنيجي نلعب بيه، اجزاء صور متلخبطه وانت هتكونها، تتكون معاك صوره واضحه هتطلع من المهن اللي هي الفلاح. في صوره تانية بعد كده، في مهنه تانية اللي هو اسمه ايه؟ رجل المطافي. رجل المطافي دي لو الصوره كلها متقطعه لاجزاء زي البازل بالظبط، وهنعيد تجمعها تاني، اما نيجي نجمعها هتلاقينا الصوره كامله عندنا، صوره رجل المطافي. بعد كده في صوره تانية برضو من المهن، صوره مين ده؟ مين اللي بيحط السماعه على رقبته؟ صوره الطبيب او الدكتور. صوره الطبيب برضو لو الاجزاء بتاعتها متقطعه ومقصوصه ومحطوطه في كل مكان حته، هنيجي نجمعها زي البازل بالظبط ونكونها، هتطلع لنا صوره كامله من صوره مين؟ الطبيب. بعد كده هنسمع حبايبي اغنيه جميله جدا عن المهن، وكلنا تعرفنا عن المهن واهميتها اللي هي بتخدمنا في المجتمع. خياط أنا خياط، أعمل بتفان ونشاط. أنا خياط أنا خياط، أعمل بتفان ونشاط. لا أعرف أبدا إحباط، في كفي إبرة وأزرار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. أنا خباز أنا خباز، شعاري في الدنيا الإنجاز. أنا خباز أنا خباز، شعاري في الدنيا الإنجاز. في فرني خبز ممتاز، يأكله صغار وكبار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. بناء أحمل أحجارا، أبني وطنا أعلي جدارا. بناء أحمل أحجارا، أبني وطنا أعلي جدارا. أبني مدرسة وعمارة، أجمل بيت أحلى دار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. بعزم ومهارة وإصرار، نعمل نتعب ليل نهار. حيونا نحن العمال، حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار. أنا نجار أنا نجار، أعمل وبكف المنشار. أنا نجار أنا نجار، أعمل وبكف المنشار. أصنع من خشب الأشجار نافذة حلوة للدار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. حداد والعزم حديد، حتى وغذا الحر شديد. حداد والعزم حديد، حتى وغذا الحر شديد. أعمل دوما وأنا سعيد، أصنع أبوابا أسوار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. أنا حلاق هذا فني، أعمل دوما وأنا أغني. أنا حلاق هذا فني، أعمل دوما وأنا أغني. قرب رأسك واسمع مني أغنية حلوة وأشعار. حيوني يا أحلى صغار، حيوني يا أحلى صغار. بعزم ومهارة وإصرار، نعمل نتعب ليل نهار. حيونا نحن العمال، نحمل للإتقان شعار. حيونا يا أحلى صغار، حيونا يا أحلى صغار. هنمثل المهن على الرسم البياني. يعني ايه الرسم البياني؟ يعني هيبقى عندنا مربعات كتيره
ونعد المربعات دي حسب ايه المهن اللي عندي. طيب التمثيل البياني عندنا مربعات مثلا لونها اصفر ولونها لبني لونها اخضر، ونتعرف كل المربعات تحتها اسم المهنة بتاعتها. اول حاجة بيسألك في الكتاب بيقول لك كم عدد الاطباء. تعال نروح لاول عمود اللي هو متلون باللون الاصفر ونعد المربعات بتاعته. عندنا 1 2 3 عندنا كم طبيب هنا اهو 3. يبقى على النقط اللي جنب السؤال كم عدد الاطباء يلا نكتب مع بعض رقم 3. برافو حبايبي. نيجي للسؤال الثاني، كم عدد العلماء؟ كم عدد العلماء؟ طيب مين يقول لي كلمه العالم تحت المربعات اللي بلون ايه؟ ها مين هيقول؟ باللون الاحمر. برافو باللون الاحمر. تعال نعد المربعات اللي باللون الاحمر اللي هي تحتها كلمه عالم. كام واحد؟ عد معايا يلا. 1 2 3 4 يبقى عندنا 4. جنب السؤال بتاع كم عدد العلماء يلا اكتب معايا على النقط 4. تمام برافو. تعال نروح للسؤال اللي بعد كده، كم عدد المؤلفين؟ طب فين المؤلف يا ترى؟ بلون ايه المؤلف على الرسم البياني؟ باللون الاخضر. تعال نعد المربعات اللي باللون الاخضر. يلا كم مربع؟ 1 2 يبقى كم مربع باللون الاخضر؟ 2. تعال نروح للسؤال كم عدد المؤلفين ونكتب على النقط كام؟ رقم 2. تمام برافو. يلا بعد كده بيقول لك ارسم دائره حول المهنه التي يرغب اغلب التلاميذ في العمل بها مستقبلا. طيب التلاميذ كلهم بيحبوا يطلعوا ايه لما تكبر؟ انت نفسك تطلع ايه؟ يطلع دكتور. يبقى كل الاطفال لما اسالهم انت نفسك تطلع ايه حبيبي؟ اطلع دكتور. تعال نعمل دايره حوالين كلمه ايه؟ طبيب. طيب بعد كده بيقول لك ارسم خط اسفل المهنه التي لا يرغب اغلب التلاميذ في العمل بها مستقبلا. يعني كل التلاميذ مش عايزين يشتغلوا بيها. ايه هي المهنه اللي مش عايزين يشتغلوا بيها؟ هي مهنه الخباز. يلا تعال نحط ايه؟ خط تحت الخباز. في حاجة جديدة علينا خالص اسمها الجداريات. ايه الجداريات حبايبي؟ الجداريات دي مثلا حيطة كده شكلها مش حلو، هيجي واحد فنان يرسم عليها اشكال والوان جميلة. اشكال والوان هتطلع لك من خلال الالوان دي، هنستكشف وانت هتكتشف لوحدك الالوان دي هتعمل لك صور جميلة خالص. اول حاجة مثلا الحيطة دي مرسوم عليها عبارة عن لوحات متداخلة في بعض والوان جميلة جدا. ممكن انت تركز في الالوان هتلاقي حاجات ايه زي طيور مثلا، هتلاقي طيور في اللوحة دي. يلا دور واكتشف كده هتلاقي ايه تاني. هتلاقي صورة بومة واضحة جدا عندك قدامك، وتلاقي صور ايه كتيرة بقى فراشات. هتلاقي صور ايه فراشات. يبقى دي اسمها الجداريات. ممكن واحد تاني فنان يعمل ايه بقى؟ يعمل لوحة جميلة على جدار السفن. السفن بدل ما هي تبقى الوانها سادة كده ممكن نلونها بالوان جميلة، وممكن كمان يبقى فيها اشكال هندسية. شايف عندك فيها اشكال هندسية، مربعات ومستطيلات وكلها متداخلة مع بعض بترتيب جميل جدا وبالوان جميلة، فهتديك منظر جمال. الان والمستقبل، انت عارف يعني الان؟ الان احنا الوقت اللي فيه، احنا دلوقتي صغيرين في كي جي 2. المستقبل لما تكبر وتبقى دكتور، تبقى ضابط. طب انت هترسم نفسك وانت صغير دلوقتي طفل جميل في كي جي 2. يلا الولد يرسم ولد. طيب حبيبي انت بقى نفسك بقى لما تكبر تطلع ايه؟ مثلا الولد هيقول لي نفسي اطلع يا مس ضابط. هيطلع ايه الولد؟ ضابط. يبقى في المستقبل الولد وهو صغير في كي جي 2 هيكبر يبقى ضابط. طيب بعد كده البنت الجميله، لما هنرسم مثلا بنت صغيره في كي جي 2، طب البنت نفسها تطلع ايه لما تكبر في المستقبل؟ هتطلع دكتوره. يبقى نرسم البنت لما تكبر وتطلع ايه؟ دكتوره.
العنوان اللي بعد كده عايزين نقول نحن جزء من مجتمعات عديدة. ايه جزء من مجتمعات عديدة؟ يعني هتكتب تتعرف على اسمك واسم مصر وكل مكان فيه ايه خانة في المكان بتاعها. اول حاجة عندك العنوان الوطن جنبيه نقط. طبعا كلنا عارفين ان الوطن بتاعنا هنكتب ايه حبايبي؟ مصر. برافو، يلا نكتب مع بعض مصر. طيب كلنا احنا عايشين في حتة اسمها المدينة، المنطقة دي اسمها المدينة. احنا المدينة بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها اسيوط. اسمها ايه؟ برافو عليكم، اسمها اسيوط. طيب بعد كده انت كل يوم بتروح المدرسة، المدرسة بتاعتك اسمها ايه؟ اسمها مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة. يبقى انت في مدرسة ايه حبيبي؟ مدرسة السلام الاعدادية الثانوية المشتركة. طب بعد المدرسة انت بقى بتروح البيت في أسرة جميلة. الأسرة بتاعتك بقى بتتكون منين؟ خدناها قبل كده، من أبي وأمي وإخواتي. الأسرة بتتكون من أبي وأمي وإخواتي. بعد كده انت في الآخر أنا. أنا في بعد كده القرار، في بعد كده اللي هو النشيد وطني اللي انا لم كل يوم المدرسة الصبح بحيي العلم، بشوف العلم عندي في المدرسة وكلنا بنقول مع بعض تحية ايه العلم. تحية العلم دي بغني اغنية بلادي، ده بقول عليه القرار. اغنية بلادي دي الاغنية الوطنية، هنقولها مع بعض وهنسمعها دلوقتي في اغنية جميلة. قطعة من مصر، العنوان النهاردة اسمه قطعة من مصر. يعني ايه قطعة من مصر؟ يعني اي مكان جميل في مصر انت بتروح تتفسح فيه او بتزوره ده جزء من ارض مصر. مثلا انت رحت الجيزة واتفرجت على الاهرامات او ابو الهول، يبقى الحتة دي المنطقة دي هقول عليها قطعة من مصر. بعد كده بيقول لك ارسم مجتمعي. انت مجتمعك عباره عن ايه؟ عن المدرسه او مصر اللي انت عايش فيها. يبقى هنرسم شيء تعرفه عن مدرستك. انت مدرستك بتروح فيها ايه؟ ممكن بنروح فيها الجاردن. طب لما بتشوف الجاردن بتلاقي فيها ايه؟ بتلاقي فيها مرجيحه، زحليقه. ممكن نرسم حبايبي مرجيحه جميله كده او زحليقه، تمام؟ دي المدرسه. طيب عايزين مصر، مصر بقى نرسم حاجة عن مصر. اي اهم حاجة بتميز مصر؟ العلم. برافو برافو حبيبي. يبقى نرسم العلم اللي بيميز مصر ان احنا عارفينه بيتكون من ثلاث الوان
الأحمر والأبيض والأسود، وطبعا الجزء اللي في النص الأبيض لازم يبقى فيه النسر.